بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، فمع كتاب صغرى الصغرى الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه، فقد وقفنا عند الكلام عن أقسام الحكم العقلي. الحكم العقلي هو مقدمة لعلم الكلام. لماذا؟ لأن العقيدة عندنا عند أهل السنة والجماعة تقف على ثلاثة أعمدة. احفظوا ذلك، العقيدة عند أهل السنة والجماعة تقف على ثلاثة أعمدة. العمود الأول هو العقل، العمود الثاني هو النقل والنص الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أو سنة، العمود الثالث هو اللغة، اللغة العربية. فالمادة التي يستمد منها علم الكلام مسائله هي هذه الأعمدة الثلاثة: العمود الأول العقل، ثم النقل، ثم اللغة. ولا يمكن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، فمع كتاب صغرى الصغرى بها سنستفيد الأحكام الاعتقادية من النصوص بواسطة اللغة العربية. واضح؟ فالأداة التي يعني تعمل في النصوص وفي اللغة هي العقل، لأنه بداهة المكلفون هم العقلاء. الإنسان هو الحيوان الناطق العاقل، والإنسان الذي حرم من نعمة العقل ليس مكلفا، غير مخاطب بالتكاليف الشرعية. واضح؟ فإذا كان عاقلا بدأنا معه في عرض الإسلام وفي عرض الشرائع وغير ذلك. إذا لم يكن عاقلا خلاص توقفنا، فبدأنا بالعقل، الأحكام العقلية الثلاث. قال، أظن نحن وقفنا عند حقيقة الواجب، صح؟ قال: وحقيقة الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، إما بلا تأمل ويسمى الضروري ككون الواحد نصف الاثنين مثلا، وإما بعد التأمل ويسمى النظري ككون الواحد نصف سدس الاثني عشر مثلا، الاثني عشر مثلا. قال: لما قدم الحكم بوجوب معرفة المكلف شرعا لما يجب عقلا وما يستحيل عقلا وما يجوز عقلا في حق الله تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام، وكان الحكم على شيء أو بشيء موقوفا على تصور معناهما، وإن معناهما يعني أي حكم في حكم بشيء على شيء، فلا بد أن تعرف هذين الشيئين المحكوم به والمحكوم عليه. لما نقول محمد رسول الله لا بد أن تدرك ما المقصود بمحمد وما المقصود برسول الله. ماذا تعني بكلمة رسالة؟ أي حكم، سواء كان حكم بإثبات أو حكم بنفي. واضح؟ إذا قلت مثلا مسيلمة ليس برسول، فلا بد أن تفهم من مسيلمة، من هذا الشخص الكذاب الذي ادعى النبوة، وماذا تعني بليس برسول، أنك لا تثبت له أي من أحكام الرسالة. واضح؟ تعين على كل مكلف أن يعرف معنى الحكم العقلي وأقسامه،
ومعانيها ليعرف بذلك معنى وجوب ما يجب من الكمالات مولانا تبارك وتعالى، ومعنى استحالة ما ينزه عنه، ومعنى جواز ما يجوز في حقه تعالى، ويعرف بذلك ما تتعلق به الصفات من أقسام الحكم العقلي وما لا تتعلق به منها. وبفهم ذلك يتأتى له، يعني يتضح له ويسهل له فهم البراهين وفهم لزوم المعارف لها ورد الشبه والجهالات التي صاحبتها. إذن الأقسام العقلية أو أقسام الحكم العقلي هي التي ينبني عليها كل ما في العقيدة، لأنك تعرف أول ما تعرف ما يجب لله تعالى، تقول صفة الكلام تجب لله تعالى، صفة السمع تجب لله تعالى، صفة الوجود تجب لله تعالى. فلا بد أن تفهم ما أولاً معنى الوجوب، ماذا تعني بكلمة وجوب؟ هذا واجب لله، واضح؟ فإذا عرفت ذلك انتقلت بعده إلى جانب النبوات، ما يجب في حق الأنبياء الكرام الصدق، ماذا تعني بيجب؟ ماذا يعني يستحيل على الرسول الكذب؟ واضح؟ تفهم معنى الاستحالة وتفهم معنى الجواز، هذه الأحكام العقلية. ثم إذا فهمت ذلك استطعت بعد ذلك أن تبني كل المسائل العقيدة. في أي شيء صعب هنا فيما قرأناه؟ وبذلك يعرف أيضا ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وما يستحيل وما يجوز. أما معنى الحكم العقلي هيبدأ بقى في تعريفه، قال فهو إثبات أمر أو نفيه من غير توقف على تكرر ولا وضع واضع. هذا التعريف مرة أخرى، هو إثبات أمر أو نفيه من غير توقف على تكرر ولا وضع واضع. هذا المقسم الذي سنقسمه بعد ذلك، الحكم العقلي الذي سينقسم إلى واجب وجائز ومستحيل، المقسم هو المادة التي نقسمها، واضح؟ فالحكم العقلي هو المادة الرئيسة التي سنتعامل معها الآن بالتقسيم. الحكم العقلي ما تعريفه؟ إثبات أمر أو نفيه من غير توقف على تكرر ولا وضع واضع. فقولنا هيشرح بقى، فقولنا من غير توقف على تكرر احتراز، يعني إخراج وإبعاد، احتراز من الحكم العادي أي الذي عرف من العادة، فإن الإثبات فيه والنفي إنما عرف وحكم بهما بواسطة التكرر والتجربة، كقولنا أكل هذا الطعام يسخن البدن وأكل هذا لا يسخنه. لما نقول أكل مثلا، إيه اللي بيسخن الواحد؟ البهارات مثلا أو الشطة، المصريون يقولون الشطة، هذا يسخن البدن، الأشياء الحريفة، هذا إذا أكلته يعني يدفأ جسمه. فهذا من أين جئنا بهذا الحكم؟ نحن أثبتنا أثر التسخين لهذا الطعام، فالربط بين هذا الطعام وهذا الأثر من أين جاء؟ من العادة، أي من التكرر. كلما وجدت أحدا أكل هذا الطعام كلما وجدت حرارته ارتفعت، فحكمت حكما عاديا ناتجا عن التكرر مرة واثنان وثلاثة أن هذا يسبب السخونة، واضح؟ طيب بالنسبة للنفي كذلك، أكل هذا الطعام لا يسبب السخونة، أيضا هذا جاء من التكرر. فسواء حكمت بالإثبات أو حكمت بالنفي، هذا ناتج عن التكرر. أسهل منه أن تقول مثلا النار محرقة، هذا حكم عادي، لأن كلما وضعت يدك في النار، مش أنت بس، ده العالمين كل الناس إذا ما وضعوا واقتربت يدهم من النار احترقت، فهذا مؤذن بأن هذا حكم ناتج عن التكرر، فهذا حكم ليس مصدره العقل، يعني مش أنت قعدت في الحجرة كده وأخذت تفكر أن النار تحرق أو لا تحرق، لا، ده بالحس
بالتكرر مرة بعد مرة لك ولغيرك حتى ثبت في يقينك أن هذا حاصل. العقل ليس كذلك، الحكم العقلي ليس مبني على التكرر. ثم قال: وقولنا ولا وضع، ولا وضع احتراز من الحكم الشرعي الذي عرف من الشرع، فإن الإثبات فيه أيضا أو النفي إنما عرف وحكم به بهما، أي الإثبات أو النفي، بواسطة وضع الشرع لهما، كقولنا: البر بالتمر يجوز فيه التفاضل، والبر بالبر لا يجوز فيه التفاضل. هذا حكم، البر بالتمر، البر والقمح مع التمر، إذا بادلت قمحا بتمر جاز، سواء تفاوتت الكمية أو لا، بشرط التقابض يعني في المجلس الواحد، يعني تبيعه مثلا 2 كيلو جرامات من التمر مقابل كيلو جرام من القمح، يجوز هذا. من أين جئنا بهذا الحكم؟ الجواز أم من العقل؟ كلا، العقل لا مدخل له لمعرفة ذلك. أم من التكرر؟ لا، ليس من التكرر، لأن العادة ليست لها مدخل في ذلك، بل من الوضع الشرع. الشرع هو الذي قال لي هذه المعاملة جائزة، ثم قال لي البر بالبر لا يجوز فيه التفاضل، يعني لا يجوز أن تبيع كيلو جرام من القمح باثنان أو باثنين منه من القمح، لأن هذا من الربا، ربا الفضل، فهو حرام لا يجوز. من أين جئنا بهذا الحكم الذي هو عدم الجواز؟ من الشرع أيضا. إذن هذا حكم بناء على الوضع، يعني الشرع هو الذي قال لك هذا صواب افعله، هذا ليس صوابا لا تفعله. واضح؟ ومثال الإثبات في الحكم العقلي قولنا مثلا: كل موجود فهو إما قديم وإما حادث، فالحكم بإثبات أحد الأمرين لكل موجود يعرفه العقل بلا واسطة تكرر ولا تجربة ولا واسطة تعليم شرع ووضعه، وإنما حصل ذلك بمحض خلق الله تعالى له في القلب عاريا عن القيدين. إيه هم القيدين اللي عندنا؟ التكرر والتجربة والوضع. التكرر والوضع. فهذا الحكم العقلي اللي هو احنا قلنا ايه، كل موجود اما قديم واما حادث، هذا ناتج عن تفكر العقل. العقل لما نظر في العالم من حوله عرف انه ليس هناك حكما ثالثا للموجودات، اما ان تكون هذه الموجودات حادثة واما قديم، والقديم هو الله الذي اوجد هذه الحوادث، لا ثالث، ما فيش حاجة ثالثة، يا قديم يا حادث. فهذا مصدره العقل، العقل هو الذي حكم بذلك، هو الذي ربط بين وجود المخلوقات وبين أو الموجودات وبين القدم والحدوث. ومثال النفي قولنا مثلا: كل موجود لا يخلو عن القدم والحدوث معا. ثم هذا الحكم العقلي وإن عري عن القيدين فقد أجرى الله تبارك وتعالى العادة بأن يخلق بعض أنواعه في القلب ضروريا بلا تأمل، ويخلق بعض أنواعه عند النظر والتأمل. الحكم العقلي هذا إما أن يكون ضروريا بدهيا نشترك فيه جميعنا، كمثل الواحد نصف الاثنين، هذه لا تحتاج إلى تعلم، تعرف 1 2 3 ثم تدرك ببداهة العقل أن 1 ÷ 2، فهذا هو الضروري الذي ألقاه الله في قلبك وعقلك من غير تعلم. وهناك أمر آخر هو النظري، جزء آخر من العلوم العقلية نظري،
يعني يحتاج إلى التأمل، يحتاج إلى البرهان والنظر والتأمل. والعلو الحادثة كلها وإن كانت حاصلة ببعض خلق الله فيصح أن يخلقها في القلوب ابتداء بلا واسطة تجربة ولا بعث رسول ولا نظر ولا فكرة، فقد أجرى سبحانه بعض اختياره العادة في خلقها على هذا التقسيم. وأما أقسام الحكم العقلي، قالوا مثلا هناك علوم ضرورية خلقها الله سبحانه وتعالى حتى للطفل الصغير الذي خرج لتوه من بطن أمه. تجد الطفل الصغير الذي خرج لتوه من بطن أمه يلتقم ثدي أمه من غير أن يعلمه أحد، هكذا الله فطره على ذلك، جعله إذا ما خرج أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي من العلوم التي ستعرفونها بعد ذلك، لكن من حيث الجملة هناك معلومات ضرورية عنده بها يستدل على وجوده سبحانه وتعالى. الإمام الرازي يقول إن من الأمور التي فطرت الإنسانية عليها فتجد الطفل ينشأ عليها أن لكل فعل فاعل، فإذا ما أتيت بطفل صغير عنده مثلا سنتين ثم يعني ضربته على رأسه من خلفه فيسأل الطفل الصغير من ضربني، فأبوه يقول له لا أحد، هل يصدق هذا الطفل؟ لن يصدق، لأنه فطر عنده بخلق الله سبحانه وتعالى أن لكل فعل فاعل. هذه المعلومة الصغيرة أوجدها الله في قلبه حتى بعد ذلك إذا ما كبر نظر في هذا العالم فعلم أن له خالق وأن له لا بد له من خالق، واضح؟ وهكذا لما صنف العلماء المسلمين قصة حي بن يقظان، قصة حي بن يقظان تحكي قريب من هذه القصة، أن طفلا صغيرا تركه أبوه وأمه في جزيرة ومات، وربته غزالة على هذه الجزيرة. لما كبر هذا الطفل الصغير وصار يدرك ما حوله، طبعا هو يختلف عن الحيوانات التي يعيش بينها، ماتت أمه الغزالة فقال إذا كانت أمي ماتت فمن الذي يرعاني؟ لابد أن هناك أحد آخر يرعى أمي ويرعاني، وأخذ يتأمل وهكذا وهكذا حتى وصل إلى وجوده سبحانه وتعالى، ربنا الذي خلق هذا العالم كله. فنحن المسلمون نقول إن هذا العالم فيه بوضع الله سبحانه وتعالى يعني الأدلة المادية على وجوده سبحانه وتعالى من رحمته سبحانه وتعالى. لذلك قلنا إن العالم من العلامة، لماذا سمي العالم عالم؟ لأنه من العلامة، لأنه يدل على الله. لذلك جاءت آيات القرآن الكريم الكثيرة تأمرنا بالنظر في السماوات والأرض، واضح؟